مرحبا. جرى امبارح العرض الأول لفيلم يوم ببيروت للمخرج نديم ثابت، وهو أول عمل سينمائي من إخراجه. بيروي الفيلم مغامرات مايا، ياسمين وطارق بيوم خريفة ببيروت. هيك فليتي؟ أنا ما خفيت رجعت التعاطي. لا ما كان مفروض أطلع لفوق، كنت بس عم بتسلى. أنا ما بعرف أهلي شو صار فيهم أو أنت شو؟ في حدا غنم فيك أو بعد؟ طب وانا ما بعرف شو اعمل، شو بعمل؟ في 5 كاركتر، المين كاركتر هن اسمهم مايا وياسمينة، ومعهم قصص حب، قصص دروغز، قصص ميوزيك، لانه في كونسرت رح يصير بالليل. الفيلم بيتحدث كمان عن شو بيصير بسوريا، شو عم بيصير بالبلد من خلال البوان دو في تبع الشباب. ايه بس عم بيعيشوا، لانه بتعرفي كيف بيكون العالم اللي بيعيشوا بلبنان، بيعرفوا كثير منيح، عم بيضلوا في كارثات بس الحياه بتضلها ماشيه. كل بيئه بتحس حالها فيها تشوف حالها بهالفيلم، لانه كلهم بيعيشوا هالشيء، انه الحياه بتضلها ماشيه. كمان الفرنسا هلا بس فرجي باوروبا عم ببلشوا يفهموه كمان، لانه عم ببلشوا يعيشوا ذات الشيء. هسه خسرك شوي تعرف ما كيف بيجي على بالي ارجع هنا. شو يا ثورة جي؟ ما لقيت على بوزغر من هيدا؟ ما واجهت ولا مشكلة، كان أحلى تصوير بالعالم، لأنه كتير بسيط، ولأنه ما دايماً بيسألونا نديم شو رسالتك؟ ما هو ما في رسالة، في حياة، هذا الفيلم بيصور حياة. واجهنا كي أنا بالنسبة لهذا الفيلم لإلي وليمنا ولكل الممثلين كان هدية، إنه نعيش لما نتذكر لما كنا أصغر بالعمر، شو كانت مشاكلنا، شو كانت الحب. يعني بدي أزعل إنه في سينز عم ببكي بالفيلم، إذا فيلم تاني إنه ليش عم تبكي؟ عم ببكي لأنه زعلانة وبس. هذا الشيء كتير حلو. هلأ بالفيلم مايا رفقة مع الكل، وفي خيا وفي رفيقتها ياسمينة وفي رفيقتها كمان الثالثة، فهي إنه بين الكل بس بنفس الوقت بعيدة عن الكل، لأنه ما عندها إكسبرينس سكشوال إكسبرينس مثل الباقيين. فهو هذا اليوم واحد بمساعدة كاركتر ياسمينة تتحاول إنه تغير، فبتغير لثيابها، بتصير تقلدها شوي وبتحصل على اكسبيرينس جديده. ياسمينة منا ما طب انا لازم امشي، وين بلاقيها؟ وانا لازم ارجع على البيت توصلني. بعرف محل ما بعيد قدام. وين ما بعيد؟ كيف ما بعيد؟ وين رايح؟ واحده من مشاكلها الاساسيه انه كانت مدمنه مخدرات، فببلش الفيلم انه هي عم تهرب من مركز ريهاب. يعني هذه اول مشكله. ثاني مشكله انه لما توصل على بيروت بتلاحظ انه الشاب اللي كانت مصاحبته عم بيشوف حدا غيرها هي بتعرفها. هيدا كان كل شيء بالنسبة لنشرة فن الخبر.